Good morning, everyone. How are you today? Welcome to the school. An English class for grade 1. Today we'll complete our unit, Unit 8. Lesson, Where's Grandma? درس أول. Where's Grandma? أين الجدة؟ طبعا احنا بعد الكتاب Family and Friends. زي ما أخذنا الدرس الماضي أول كان عندنا Reading. قرأنا Bookshelf number 1, Bookshelf number 2. اليوم ان شاء الله رح نقرا البكشر نمبر 3 و4 لكن تعال نعمل ريفيجن سريعه ونقرا قراءه سريعه للبكشر نمبر 1 والبكشر نمبر 2 ونتذكر شو اللي صار. حكينا كان عنا روزي مروحه من المدرسه ماخذه شهاده تقدير كثير مبسوطه امها فرحانه فيها. Let's read together. Look, I've got a certificate for good work at school. Mom تحكي لنا Well done Rosie. Go and show your family. تمام؟ إذا حكت إنه أنا أخذت شهادة تقدير من المدرسة، حكت لها إمها رائعة يا روزي واذهبي وأرجي العائلة. راحوا يدوروا على العيلة، على أول حدا دوروا عليه على جراند ما، دخلوا على الكيتشن، تعالوا نشوف روزي شو حكت، let's read together. Where's grandma? Is she in the kitchen? أين الجدة؟ هل هي داخل المطبخ؟ المام تحكي لها No, she isn't. لا، هي ليست داخل المطبخ. Let's go to kitchen number 3. إذا شفنا قبل شوي إنه لسه الجدة مو مبينة، ما في حدا من العيلة كانوا عم بدوروا على حدا. أجت روزي على وين أي غرفة هي أول؟ على الليفينج روم، غرفة المعيشة، ليفينج روم. طب تعال نشوف بالليفينج روم عمين عم بدوروا. Let's read. Are dad and Billy in the living room? Are dad and Billy in the living room? هل أبي وبيلي داخل في غرفة المعيشة؟ هل أبي وبيلي في غرفة المعيشة؟ بصراحة احنا مو شايفين، شايفين ناس؟ أنا مو شايفين ناس. إذا داد وبيلي مش موجودين بغرفة المعيشة. انتبهوا سألنا هون بآر هالمرة لأنه عندنا أكثر من شخص، رح نحكي عنها قاعد إن شاء الله. طب تعالوا نشوف المام شو جاوبت، شو حكت لها؟ No, they aren't. لا، هم لا يكونون. إذا حكينا هم لأنه أكثر من واحد، من عندنا داد وبيلي، إذا هم لا يكونون داخل living room غرفة المعيشة. No, they aren't. طب نقرأ أول مع بعض. Are dad and Billy in the living room. كل الكلمات ماخذينها متدربين عليها، ما في داعي نصفن ولا كلمة، لازم تكون قراءتنا سريعة يا أول. Are dad and Billy in the living room? Are dad and Billy in the living room? هل أبي وبيلي في غرفة المعيشة؟ عن المام. No, they aren't. No, they aren't. No, they aren't. No, هم لا يكونوا. طب let's go to the picture number 4. حيث الآن ما كان الباقي ناس. أوه يا أول، هاي عندنا surprise. It's a party، عاملين حفلة. طلعوا بالون، grandpa، عندنا dad، عندنا بيلي، عندنا grandma، عندنا هنا cookies، عندنا جوس عصير، وهنا كمان حاطين تعليق زينة. في عندنا كيك عاملين في grandma شكلها، عم يحتفلوا بروز. إذا الداد والجد وبيلي بصوت واحد كثير متفاجئين، شو عم يحكوا لنا؟ سربرايز. إذا نقرأها مع بعض هيك بصوت واحد بصوت حلو. سربرايز. أجين يا أول نقرأها. سربرايز. سربرايز مفاجأة. سربرايز مفاجأة. أجين يا أول. سربرايز مفاجأة. الجدة عم تحكي لها ويل دان روزي. Well done, Rosie. أحسنتي يا روزي. عمل جيد يا روزي. Well done, Rosie. نقرأ مرة ثانية. Well done, Rosie. روزي كثير مبسوطة وعم تحكي لهم. Thank you. شكرا لكم. Thank you. شكرا لكم. إذا نقرأ again شو حكى الجد والداد. The grandpa والداد وبيلي حكونا surprise. الجدة. Well done, Rosie. روزي حكت لنا. Thank you. شكرا لك. إذا شفنا قصة روزي وهي راجعة المدرسة معها شهادة تقدير وكيف قعدت تدور على العيلة بغرفة غرفة، بالأخير كانوا عاملينها سربرايز بارتي، حطت مفاجأة بمناسبة شهادة التقدير عشان يفرحوا فيها. طيب يا أول إن شاء الله نقرأ الدرس أكثر مرة بالدار، تعلموا عليه واحفظوه، أتمنى إن تكونوا سريعين. See you in the next video. Goodbye.